تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلاف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. الخير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس البضاعة راحت. عملتها يا ابن النوح. رصاصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاحك يا خميس! سلاح! لا 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 يا غريب! ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. كما
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المدولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. الله يرحمنا يا خال، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهالي. روح يا ام. على السلامه يا حبيبي. ريحيني وروح يا ام. على السلامه يا رب الدين. على السلامه. مع السلامه. ارجع للبلد. هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبيرنا. حلوين. الله. حلوين. حلوين. اي حاجة يحتاجها تجيلي. نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك وانا جالس زي ما انت زي ما انت زي ما انت. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها، اي حاجة. رقبتي سدادة. اصل يا كبير. وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندم. حلوين. حلوين. مبور مبور مبور. تمام يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. حلوين. حلوين. كفاره يا سيد المعلمين. ايه مش فاكرني؟ لا مؤاخذه يا ابني، العتب على العتب. سبارس. سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقة تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين المعلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد. خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارة؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد يا الله. اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟
مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا شويش؟ على قولك، ده ايه مفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لشويش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت، وصلت. شكرين. ما بتنساش حد أبدا يا فندينا. ده رزق ويروح لأصحابه. هي دي الاسمة. بالحضن، بالحضن يرجع رجال. هتوحشونا رجالة. يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده مولود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه. انما ده رز ابيض متساوي على البخار. يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرض محام؟ وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان النوح ما اتهموش. يعني في تربايت. ده غير ان النوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي. ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجال. بعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدالي يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
معلوم اكمنك ما رضيتش تسجد معنا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعصار، طلعت مرة بيد طرية وعين زيغة، اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانية واحدة يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر. ما عرفتوش تصطادوه، دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ولطف في الميه وابشيته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن المعروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على الرقبة الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده. وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خالة ابو سنة، عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا. ورايا اخويا اللي كاني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفوا، دي خلف عار. يا الف لا بابا، شاكرين يا رجاله نجيبكم في الافراح. الخال رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطب يا أم، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضو ربك حنين ورحمته سابقة قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزة ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كهربا انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابقك على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كهربا. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. اباي اباي مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت عالساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت وطلبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله عالسلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق. ها قرب يا شوق،
حبي على ايد كبير البيت. حبي على ايد افندينا. شو لا اله الا الله. لا مؤاخذة، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الانسانة. هو ده الانسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت. شاكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم، أول خميس ملوش جمعة يالا. تحب تسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. أنا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس،
ورحمة الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يلا ليه؟ والمدة بتاع عيال المدة عنده مزاج وبينقي الجتة اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك وهاخده افندينا هاخده منك يا افندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك يا ده عارف انك هنا ما ظنيش انه بالغباوه دي ولا يا زوز ما ظنيش الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وابوك هيرى العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك لا ها اثبت اثبت يا اخلص عرفت حاجه وصلنا له يا كبير فين كباريه المالت بيدور رائد لافندينا هناك وانت كنتوا فين وازاي تسيبوه يروح لوحده ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر رفض حد يروح معاه يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا لازم نلحقه قبل ما ياكلوه يلا بينا خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جال لا الواد هو اللي راح بس شكله كان نوع الشر لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مال وشك مسفر كده ليه لا لا الا الله النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل يا حاج طب تسالني يا ابو سنه لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم هات يا جمال يا رب استرها يا رب معانا استرها مع خميس راح فينا الصبح كده يا براء مالكيش فيه خليك في حالك ما هو ده حالي وانا مش مراتك ولا ايه مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه بقولك ايه حل عن نفوخي والصبح قولي على الصبح انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح اكبر في عينين مين يا بت اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه ده انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات
بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بنت؟ ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وهات امك لعرفك نامك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا. ارفع وشك يا مش ابني النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليه كتار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ أداري دموعي جواها محدش عنده فرحة سلام. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. صوت في البيت؟ مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال هتزوز زومات يخليكم ضهر. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من العصفور يا فندينا. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا ورا. كده في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن حد. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي.
تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق، قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطي، ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم ياخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه ارد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة.
أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، أنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر. الله أعلم خلصتك منه إزاي. وأنت أبو سنة، بضاعتك بدأت تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي مبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبدا هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نقرا فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك، عجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. الخيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خط ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس،
انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، اخليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني انا. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المجتمع. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هل انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك أكلة خفيفة عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك أنت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، أنت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية إلا ربع. ما أنت عارفني يا واد يا براء، أنا ماليش في البيت. أنا طول عمري أحب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب، لو عيلة ابو سنة دخلت في الحوار ده لكن ما قلقشهم بستاني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه، بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا 1000 مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد، خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلم يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقاله. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروشه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطفي. حاضر. ها، ممكن نطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. اهلا
هتشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله، أيوه أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج أفندينا. حاضر. اتفضل يا أفندينا. الكرتونة دي طبقتين، طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هتشاون البضاعة، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكرة حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانة دي عايزة واحد نبيه، عايز واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر افندينا، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا افندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو. يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه، قومر يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش اي مخلوق على الارض يحس ان انا ليا اي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت اول مره. بس المره دي بقى غير كل مره. اتطمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنك صفر. العبها من ابعد حته ممكن تطولها، مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجه يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا. كم كدابك يا خال، البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس.
خليها على الله. والله على الله. رزق. العسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. اضبط مين اللي بعتك ده؟ مين ياض اللي بعتك؟ راس افندينا يا ابن الكلب. مين ياض اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله انت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا أختي من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاك ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فوطه صفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انت ما بتخلفيش. على البوابة نضرب عليه نار كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ابنك يا حاجه خميس دماغه انشف من ريق العطشان.
غلو بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومة. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظة كده؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لي انا هقابل باشا الكبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل باشا الكبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس. قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك. ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش، وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. تعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عايزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسمك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصلني نظام البشاوات والحاجات دي. من غير لا توعد، احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها هتيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي، وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار. فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أمرني معاليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي مساهم السني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اقعد يا خميس، ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفنا يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي، خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه، نيجي 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 ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس.
تعرف الفالس ده بتحزموا له بايه؟ هو بتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر. وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامه اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ولو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني. ما عادش اللي يزعلك يا باشا ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي. وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك ضاوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق. ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده. وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا حكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه وفي كل حته كارثه وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري. المصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة. واد غبي وأهطل. ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك.
وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم. اقرا شفاعك يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناسه ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعة يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز عمر فندينا، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب يا فندينا، يلا يا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق فندينا. وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه، ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. لا يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة.
يبقى ليله القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقليه بابنك ولا ايه يا امه؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا امه، وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة، ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح، والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاء يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربه تصير، كفايه قوي انها تدوش. من الحكومه تنتبه له وتحل عن سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليها اوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياض ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحة. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض ده انت يا ابني حبيبي، ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول انك بغشمك ده راسم الخطه معايا. قصدك ايه؟ رمانه. الله، ولا الحوار ده وصل لك يا سيد المزاج؟ مش مهم وصل لي ازاي، المهم انه عجبني. اهو كده يا ابني، اهو كده. مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامه في الوش. اهدى احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده. لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحدف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف وبتعور في الوش.
انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدرايه وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. مالك يا بنت بتخشمك انا ليه ولا حكي؟ ابص ايدك يا معلم، ابص ايدك على بقي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابص ايدك يا معلم، ابص رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد، قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا بنت يا بنت أنا سألتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي أنا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة ولا الحكومة قدي. ويقدر على القدرة اللي ربنا. فاهمة يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. أنا لو عاوز أتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم أنا أنت بنت طيب. طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة، اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت مشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله. وبصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومة بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك. عامل ايه يا عروسة؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني لوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعد. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرجني من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزة عروسة على الفرازة.
ولو قدرت تفرديها شوية افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بدي احوله يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان نوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. اه هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاويه، كرامه، مطره، شوق، سوريا، حريم الرجاله دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق سهل للوصول للرجالات. شو البضاعة وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الأمر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم أردهولك، من هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متأخر أجاوب يا معلم. يعني إيه يا معلم هرجة؟ أنت نويت تغير الكار ولا إيه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وإن كان على حصتي فأنا أخدت حصتي من المصدر وأكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. إيه إيه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريث. شفاعة! عمرك يا كبير. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق اعرف.
انت حقك مردود تلت ومتلت وبأي تمن. رمانة ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجالة. رمانة ما يوزنهاش إلا راجل يسند ظهرها لأجل ما يملى عينيها. أهل كرنا قالوا أدي الجمال وأدي الجمال. أنت جيت لي وقصد أفندينا، بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت إني معاك هكسب فوق ما أنت متخيلة. وديني جيت أهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطتي عتبت قبرك وحفرتي بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعادة بإيديك يا رمانة. بقولك إيه يا براء؟ أنت شكلك كده مش متطمن. خلاص لو مش متطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نفوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت عودي، إيه القفش اللي أنت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام أخد وعطى. وأنا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب. والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامه قلبك يا رمانة. يبقى نبدا. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. واحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوها على النيابه. اه ينوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها قرشينات زياده يا مسامح. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد. الله على اللقاء الدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجه يعبي بيها دماغه، بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس. براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريطه ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي أول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ أفندينا. خميس أفندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي سي يو ليتر. باي باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه. اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يا
ده انا التمساح يا باشا. ده انا التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما دخلني معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهة برضو؟ امال ايه؟ سبا يعني موزة مقشرة، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المقشرة. السلام زحلقة يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكاية. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. لا مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هازل صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده، تحس انها هو رأيك ايه يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح. خميس افندينا دلوقتي في حماية الباشا، ولو حصل اي حاجة لافندينا الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شوية. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواب. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبولي، انا عارف سكته كويس قوي. انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج، وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ ياد افهم بقى، بنته دي هي الشوكة اللي هنحطها بزوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة. Thank you.
كوز سلطه يا معلم. سلطه. شكرا. سلطه يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. انت حته اللحمه دي وبابا، حته اللحمه دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف بابا. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسه، الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لاحلى عريس. تشكر يا فندينا. يا حبيبي. وده الحبيبي. ايه دي النقطة؟ يا حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من عرق جبيني. أوه برافو برافو خميس. طول عمرك تبهرني بشهامتك. متعلم منك يا باشا. متعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك. طول عمره بيبهرك صح. انا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ احنا خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 يا معلم. ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. السلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس. ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلام، أصله تعبان شوية. عموما واضح إن هو تعرض لإنفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنة اللي خدها هتخليه كويس جدا إن شاء الله. يا رب. يعني إيه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا إيه؟ يا بنت اتكلم شوية، شهر عسل إيه وبتاع إيه؟ لا لا لا، شهر عسل إيه؟ مفيش الكلام ده خالص. إيه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت اتبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر أهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدوية. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامة عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيرة قوي. خدتوها على ايه يا اختي؟ العين الكبيرة قوي دي بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. اما اقوم اما اقوم. ولا طلعت قد القول يا باشا؟ اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟
ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضه سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال، ما تزعلش مني. هي محشوره في زور اصلها واقفه من ساعتها، مش عارف ابلعها. كان نفسي توقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجة. ماشي. أبو نعناع بقى حجر مزاج الخير بعد السمك، يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشمنا بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، أنت عايزنا بيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجالة. أيوة فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشم فيك. احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله، ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعة ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومة 3 خرفان من خيرة الرجال عشان ادخل البضاعة دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا برا واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعة. واحنا برضيك لينا سكاكنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من بره، ويبقى من دقنه وفتله وفضها سيره. اهدى بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخد وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطيرت النفسين. يا فندينا احنا برضه رجالتك وما هسيبك. تسمعوا الكلام؟ حاضر يا فندينا حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيد يا رجاله، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاقه 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديده، يفتح دواير جديده. سيبوكوا بقى من شغل النوادي بتاع الثمانينات ده، خشوا على الجامعة، على الجامعة، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ال ايوه عارفينه عارفينه. الأماكن دي كلها منفذة على بعضها، وأربابها جاهزين وعلى المفتاح، واللي هيخش منكم بقلب جامد ليه عندي الحلاوة والمكافأة، وكل واحد على قد اجتهاده، ويتوب علينا ربنا. فتحة. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا. راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنة من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيمياء غيرته. ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس باعك يا معلم؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعايرني باللي راح. وضاوية سنداه واقفة في داره بتحميه بتشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق، ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت، ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضاوية. باشا مين؟ انت مش فاهم حاجة. انا كنت فاكرك بدران، لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاوية ورسمها، قلبت على الباشا ذات نفسه
لما رفض الخميس يد كتف للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم أهالي. معقول؟ خميس اللي ملكاه بنار الغدر يقدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق يا بدران. خميس النهارده بقى غير خميس بتاع امبارح خالص. كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه، عشان كده لازم يخلص ممنوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح ما مزح لدرجة اني بفكر اشتغل مزيح في الإزاحة. القلب معبي لتمة عيونه بدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما مكتوب. ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهير وشطارة. شوق شكلها عامله لك بدل العمل 10 يا معلم. رصاصة الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغايه هنا؟ لو الحل رصاصه في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. يلا انت مش جايه تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل له اديني اماره عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواقي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه وهو بيقوله الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها نوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابني. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي نوح؟ الاثنين يا فندينا. برأت غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سير. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحه علي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. دونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوف. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيك. الحق معلم ابو شنك، الحكومة كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم. ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. We'll be right back.
حاجة، الحكومة عندنا بتعمل إيه؟ البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. أنا معايا أمر بالتفتيش يا معلمة. وماله؟ بس بالأصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم إن راجل البيت مش موجود من أصله. ربنا يرجعه بالسلامة. أنا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما أنت عارف يا حضرة الضابط إن صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بنصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم، مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. في حياتك انست وشرفت، ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى اما تاخد واجبك، ده انا حتى دبحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلمه. ما تدق يا وليه انت وهي. مش انت اللي قلتي نص ما بيعملش حاجه وانا عايزه اوزن لك المسائل واظبط لك الدماغ؟ ايوه، ما بقاش بيعمل معايا اي حاجه. اهو ده بقى اللي اسمه غشم وقله خبره. الجرعه لازم كل فتره تزيد عشان العين تفنجل والدماغ تتوزن. مش قادره اصدقني وصلت لكده يا بنتي. هبله بقى، ما تفكك من حوار افندينا ده وعيش حياتك. بتفكريني ليه بس؟ انا ما صدقتك لهيت. النبي تليها على خدتك يا بنتي. هو في حد النهارده بيعيش ولا بيحب ولا الكلام ده؟ كله ملهي في نفسه. خميس حاجة تانية خالص. اهو باعك وراح اتجوز، وانا قلتلك اصلا ان انتي من الاساس مش في دماغه. ايوه بس كان بيعمل معايا كل ده ليه؟ صعبان عليه، بنت جدعانة بيكفر بيها عن سيئاته وبيكسب بيه ثواب. بعدين سمع المزيكا بره تنسي الواحد اسمه. بحبه قوي يا منه. حاسه قلبي مكسور ومش طايقه روحي. انا جيت اسهر معاكي النهارده عشان انساه. نسيت نفسي. ما تقفوريش بقى دلوقتي، الحبايه تشتغل وتطيري ولا مليون زي افندينا يطولوكي. وبعدين يا بنت ايه ده؟ ده انت طلعتي صاروخ في الفستان، ده عليا مش حلو كده. ايوه بس عريانه، انا مكسوفه قوي. عندك حاجه وحشه تداريها؟ طب يلا يلا بينا. يلا. Wanna see what you got in store. Hey baby, giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, call
pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. شكرا على واجب يا فندين، وزي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحب وطلعت قد كلمتي. عايزه الصراحه لما كلمتيني بعد مكالمه رمان الاولانيه انا اتخضيت، وقلت الليله دي شكلها فيها عوأ، وقلت روحي بلاش تروح. وايه اللي خلاك تروح؟ مكالمه رمان التانية. مش فاهم. اصل انت لما كلمتيني وتيجي خد بالك في كمين منصوب لك من براءه ورمانه، دورتها في دماغي كده قلت لا، لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءة. خلطة جديدة عاملها يا فندينا، هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع ابو سنة، السفرية دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. استاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، بياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. أحلى عيشة وأحلى رؤى وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم أنت هتسيب له البيت مش كده؟ مؤاخذة معلم، أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني، ده أنا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما أنت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. أمال إيه؟ لا أنا بس عشان أجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الأناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، واعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مالي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ابو، وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج عسل. الحمد لله على السلامه يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبيه. وحشتي وحشتي وكمان وحشتي. تعال سلم يا شوق. الحمد لله على السلامه. يو ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده وأي حاجة. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده، ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكوا اللي بنملينها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعه.
آه يا زمن، بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا وألف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك. وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. واحدة عايزاك يا فندينا. ابعت. أبصم لك بالعشرة وأضرب لك تعظيم سلام وأنحني لك كمان. دي إيه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين، وأنا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هم اللي خلوني اجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايزه اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك، والله اعلم ناويالك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان، ويا اخويا مش شايفه اماره. تكلمي عن مين؟ مطرة. مطرة؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وأنكرت إنك وديتني الشقة وفرجتني عليها، فاكر الشقة اللي على المحارة؟ بس يلا، أنا ما بقاش في دماغي ولا شقة ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق وانجزي. إيه حوار مطرة؟ ناويالي على إيه؟ وهيفيد بإيه دلوقتي؟ ما خلاص الشقة رايحة لصاحبة نصيبها. ماشي، قوليلي اللي عندك يا شوق واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة يا خميس؟ خلي وانا مريك يا خلي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شوق. اسمعني يا خال، يا خال، يا خال، خميس كبر بزيادة يا معلم، وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه. حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. يا انت شايل منه قوي يا ابو سمو. ضربة الضنب موت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة،
والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. يا معلم. هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقولك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمه واحده بس، كلمه افندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي ابوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفايه عليك التهيؤات اللي مطيره النوم من عينك. اديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني احكيهولك. ابوكي خان العيلة، خان ابو خميس، وخان اخته، وخان اخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات ابيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش هوان ولسك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا ضويه. يلا يا خميس. Yeah!
خلصت الحدوته يا رمانه. بح خلاص هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. مط انت كده هتخلص على روحين. انا لو كنت خاليه ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس ايدك عشان تقتلنا انا وتسيبوه. الامر جاي من فوق يا رمانه. بلاش بلاش يا مط، احنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانه، انا مش هاذيكي، انا بس هقتلك. اعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. أنا فين يا مرتبني؟ ها؟ كاكاو. مبروك على النقاب يا أختي. طب مش كنت قلتي لي ده أنا حتى جوزك وأفرح لك؟ نقاب إيه؟ زي الرسمة يا بنت، وقبل الخميس. خميس؟ خميس اللي ليكي طالع عنده. خميس اللي أنتِ عرفانة بيه من يومها. أنت بتقول إيه يا براء؟ فاكرانة يا بنت نايمين على ودنا؟ لا، ده إحنا نلفك على صبعنا. يرميك الكلاب السكك الاحمر. انا اللي يمس شعره مني هوديه في 60 داهيه. اوعوا تفتكروني لقمه سهله تاكلوها وتحلوا في الاخر ترموها. لا، ده انا لحمي مر قوي يقف في الحل وما يطلعش الا بالسر الالهي. لحمك مر وماله يا مطرح؟ وهنحكم يا مطرح، هنحكم يا اختي. هو ده اخركم؟ بتهزوا طولكم وتتنحرروا قصاد مرة؟ هي دي المرجله يا رجاله؟ والمرة دي خانت العهد، واللي يخون يستاهل يا بنت. لا مش كده وبس يا حاج، دي خانت جوزها، خانت راجلها، وراحت رمت شرف وتحت رجلنا يا فندينا. اخرس خالص، انا اشرف من عشرة زيك. انت لسه ليك عين يا بنت؟ ها اللي خلاشوا ماتوا صحيح يا حاج. ليه؟ بتلوموني على ايه؟ بتعلقوا لي المشانق؟ علقوها لروحكم الاول. انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي انتوا عملتوها قبل كده. ما خطا
عظمه افندينا الا لما انت خدت كفن ابنك ورحت رميته تحت رجليه بامر الباشا. وانت يا راجلي يلي مالكش غير في الجعجعه والصوت العالي يلي اترميت تحت رجلينا البت الرقاصه اللي سلمت لك تسليم اهالي، بتلوموني على ايه؟ ها؟ بتلوموني ان انا راح اخد حق جوزي؟ بتلوموني على ايه يا معلمين؟ ولما انت يا بنت حطيت ايدك في يد خميس هتاخدي حقك ازاي؟ هاخد حقي منك انت. اخرس يا بنت الكلب. اه يا واطيه. بتنتقمي من مين؟ بنتقم من الشر اللي بقى معشش فينا يا خميس. انا جيت لك كتير عشان اشوفك. وانا خلاص ما بقتش عايزه اشوفك. ده ابن رمان. ما تخافش يا خميس، مفيش حد غيري وغيرك يعرف انه ابنك. انا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. أنا مستنيه. مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه واستجوى مزاج الخير بتاعك؟ أنا مش عايز غيره بالدنيا. ده شايل آخر نفس فيا. هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني أمسح بيه ذنوبي. نشط في روحي جواه. لا يا خميس مش هتشوف. مش هشوف قد ايه؟ ده ابن رمانة. اثبت انه ابنك وبحارب عشانه. هاخده بالعافيه يا رمانة، هاخده بالعافيه. محكمه يا فندم. اقعد يا استاذ. بعد المداولة والاطلاع على الاوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة رمان السيد علي بالسجن المشدد 15 سنة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا رمانة هاخده بالعافية، هاخده بالدراع يا رمانة. ما تستاهلوش يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فهمت ابو سنة ينفذ ازاي، واول ما يصدق يغدر بيهم هما الاثنين. عرفت يا براء هتعمل ايه؟ هلا عرفت يا حاج. ده انا مستني اليوم ده فراغ الصبر. يلا بالسلامة. باذن حاج. براء. ايوه حاج. خلي بالك من نفسك يا براء، خلي بالك من نفسك يا ابني. كفايه عليا قوي خساره واحد، فاهم؟ ما تخافش يا حاج، ما تخافش. مع السلامه.
يلا يا رجاله. عايزك تعتبر السفرية دي استجمام، روح بال عشان نمسح كل اللي فات ونبتدي من أول وجديد. بس اللي حصل صعب يتنسي يا عمودي. مفيش حاجة بتتنسيش، كله بيتنسي. تفتكر أنا هقدر أنسى اللي أنا عملته؟ لما تحسبيها صح هتكتشفي ان كان لازم تعملي كده. على فين أشوف؟ بجاشي. أيوة بجاشي اللي جاي لك. ماشي ماشي يا ونيلة. إيه؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ أبو سنة لو جه ولقاك هنا هيعلقك. أبو سنة مين والناس نايمين؟ أبو سنة اللي عايزة تاخد فلوسه وتهجي؟ هج؟ أنت عايز مني إيه بالظبط؟ أنت اللي عايزة مني. عايز انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. بجاشي بص انا بقى معايا فلوس كتير، تعالى ناخدهم انا وانت ونهج سوا. نهج وانا خاين زيك؟ خلاص خلاص يا شوق، انت لازم يتعلم عليك. لازم تكون اخرتك زي اخرة كل مرة فجرة. اخلص يا ابن الكلب. يا بنت الكلب.
وقعت يا نوح؟ وقعت. وقعت يا باشا؟ وقعت اليومين دول بتقفشوا الجمال؟ لا بنقفش البضاعة. بضاعة؟ بضاعة دي يا باشا؟ البضاعة اللي لقيناها في وسط الجمال يا نوح. لا معلش بقى يا باشا، البضاعة دي مش بتاعتي، أنا ما أعرفش عنها حاجة. البضاعة دي بتاعتك وأنتوا اللي جايبينها معاك، وآه عايزين توقعوا نوح وترموا بلاكم عليه. أنا سليم يا باشا، أنا سليم يا باشا. الكلام ده بقى تبقى تقوله في النيابة. أيوه هقول في النيابة، هقول في النيابة. أنا خلاص خدت طريقنا يا باشا، أنا خدت طريقنا يا باشا، أنا خدت طريقنا. هاتوه. أيوه هاتوه، أنا هقول النيابة خدت طريقنا. دلوقتي بتقولي لي روح لها تاني؟ نزل السلاح، نزل السلاح ده الخال. افتح الباب بسرعه. عم تبعت استلام يا خال، 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 عم تبعت استلام يا خال. رجع الحمام، رجع الحمام، رجع الحمام. عم تبعت استلام يا خال يا حبيب قلبي، عم تبعت استلام يا خال. انا روح ابلغ افندينا بسرعه. الخرج يا افندينا، الخرج يا افندينا. يا عم مرحبا، قلت لك تطلع يا خال. عند سلامتك يا خال، عند سلامتك يا خال. يا عم مرحبا، يا عم مرحبا، عند سلامتك يا خال. حاضر يا خال. Ah!
تعالى. موت يا ولا، قوم قوم يا خميس، قوم يا ولدي. يعني خلاص كرامة طلع أصدق من كلامك يا ضبيا وطلعت بتمشي. قوم يا خميس، حتى دي مخبيها عني. قوم يا خميس، انت أقوى من موت يا خميس. قوم، الموت مش أقوى مني علشان ياخدك مني. أنا شايف ابني يا عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس، انت اقوى من الموت يا خميس، انت اقوى من الموت. ده انا ضاويه، انا اكبر من الموت. قوم يا خميس، قوم يا خميس، الموت مش اقوى مني. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، انت اقوى من الموت، انت اقوى من الموت يا خميس. انت انا قدك يا موت. انا ضاويه، انا ضاويه.